على كلامك يا اشرف، ده انا اخوك الكبير يا اخي. هو الكبير كبير بسنه ولا بتصرفاته وافعاله يا مختار؟ وانا عملت ايه غلط؟ ابوك كده كده كان هيتجوز وكان لازم اكون معاه، ولا عايز اسيبه لوحده زي اليتيم في وسط اهل عروسته؟ وكمان شهدت على العقد؟ طبعا، ولا اسيب حد غريب يشهد على عقد جواز ابويا وانا موجود؟ لا بتفهم في الاصول طبعا. بس نسيت بقى بينك بتجوز ابوك لضرة امك، ما تمرش فيك تربيتها، بطنك ما وجعتكش بحق كل نقطه رضعتها منها؟ انت ايه يا اخي، ما عندكش دم؟ انت ليه محسسني اني قتلت قتيل؟ ده شرع ربنا يا ابني. افهم افهم، انا مفيش في ايدي حاجه اعملها، ده ابويا مش انا اللي ابوه، ولا عايزني اخصبه؟ لا ما تخصبوش. وامك بقى هانت عليك؟ طبعا لا، ده انا كنت بتقطع علشانها، بس اعمل ايه، ما باليد حيله. خساره يا مختار، كنت فاكرك اجدع من كده. الظاهر انا غلطت اني قلت لك، وانت كمان ما كنتش عايز تقول لي. ما انت عايشت في دور الواعظ ومش عايز تفهم. افهم ايه بقى؟ انا عشت عمري بحاله معاك، ما فهمتكش قد النهارده. فهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت انك اناني وما بتفكرش الا في نفسك، وممكن تدوس على اي حد عشان مصلحتك. وانا ايه مصلحتي في جواز ابوك؟ انه يفضل راضي عنك، حتى لو قصاد ده انك تدوس على امك، واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد يا مختار. كلامك تقيل قوي، حسستني كاني شيطان. ده انت الشيطان يتعلم منك يا اخي. وانت بقى اللي ملاك؟ طب اديك عرفت. عملت ايه يعني؟ رفضت وما شاركتش في اللي حصل. بس سكت، والساكت عن الحق شيطان اخرس. خفت على امك لو سمعت خبر زي ده يجرى لها حاجه. يعني سكت يعني؟ ما تعيشليش بقى في الدور، كلنا زي بعض يا حبيبي. ماشي؟ لا ايه ده؟ عادي، ده انا كنت هقول لك كلمه. لا انت مالكش امان، وبعدين شنبك بيشوت. بكره تعودي عليه، ما تقلقيش. تعالي بس هقول لك كلمه. لا الله. مش هتقولي حاجه. الله الله. لا لا لا، في ايه؟ تعالى يا حاج، عايزه اقول لك حاجه. نعم يا روح قلبي الحاج. ما تحلق. ومين اللي حلق؟ شنبك. انا يمكن تأكيد اتجننتي. ليه؟ ده حتى مكبرك، مع ان تصرفاتك بتقول انك اصغر من كده بكتير. هو فعلا كبرني قبل الاوان، خصوصا لما طلع فيه شعر ابيض. خلاص احلق. قلت لك لا يمكن. ليه يا حاج؟ ما انت اصلك مش فاهمه، شنب الراجل ده مش حته خط كده تحت المناخير عشان نظر المناخير، لا، الشنب ده رمز الرجوله، وعار على الراجل انه يحلق شنبه. طب ما نصبغه. نصبغه؟ اه، نعمل اللي بيقولوا عليه هنا في لبنان اسمه ايه؟ نولوك. والله هي فكره حكايه النولوك دي. لا، وبيقولوا النولوك ده بيخليك انسان تاني خالص، بيرجعك جديد نوفي. يعني ايه؟ هيدخلني بطن امي تاني؟ طب جرب وانت تعرف. نجرب، بس افرضي ما عجبنيش النولوك ده. خلاص نرجع النولوك تاني يعجبك. طب افرضي ما عجبنيش النولوك التاني برضو؟ يبقى هنرجعه زي ما كان، وامري لله. يا ساتر، هو انا شكلي وحش للدرجه دي؟ فشر، ده انت طعم ومسمسم. بس انا اللي عايزك تسمسم شويه كمان. يا حبيبتي يا نور عين، وحشتيني قوي. وحشتيني يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا امي. وانت كمان يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة. كده برضو يا رؤوف تاخد مننا نورة المدة الطويلة دي كلها؟ يا بنت دول 10 ايام. 10 ايام ده ايه؟ ده مروا عليا كأنهم 10 سنين. أنت ما تعرفش نورة غالية عندي قد إيه؟ دي أخلى عنقود. أمال بابا فين؟ بابا يا حبيبتي سافر لبنان، عنده شغل هناك، وجاي إن شاء الله بعد يومين. إن شاء الله. طب ومختار وسعد؟ مختار في المدبغة، وصايا طول الليل زي عادته. وسعد طول النهار بره البيت، ما بشوفوش الا على النوم، يعني تقريبا كده ما بشوفهمش هما الاثنين. ايه ده يا طنط؟ ده كده بقى يبقى فاكرينكم اوتيل. فعلا يا ابني عندك حق، فاكريننا اوتيل. اعذريهم يا ماما، مختار وبيساعد بابا في الشغل، وسعد عريسه بيجهز لشقته. طيب انا هوصل كده مشوار لحد الجامعه وبرجع. لا ما ينفعش، لازم تتغدى معانا يا هنيه. معلش يا طنط مش هينفع، المشوار اللي عندي اصله اهم من ديك رومي بحاله. اصل رؤوف جاله اعاره في جامعه عمان. بجد؟ ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا طنط. هلحق أروح أنا بقى عشان ما أتأخرش، عن إذنكم. اتفضل، مع السلامة. طمنيني يا حبيبتي، جواز حلو؟ حلوة قوي يا ماما. يا حبيبتي ربنا يديم عليكي السعادة يا رب. طيب أنا هقوم بقى أحضر لك الغداء، أكيد ميتة من الجوع. قولي لي صحيح، أشرف عامل إيه؟ أنا كويس وكله تمام والحمد لله.
محمود الله على السلامة يا أحلى عروسة في الدنيا. مش كنت تقولي إن أنت جاية النهاردة كنا استنيناكي في المطار؟ يا سيدي ما حبيتش أتعبكم. ازيك يا ماما عاملة إيه يا حبيبتي؟ ازيك أنت يا حبيبي؟ تمام سبحان الله كنا لسه في سيرتك أنا ونورة. في الخير ولا بالشر؟ في الخير طبعا يا حبيبي. الحمد لله. وأنت ما تستاهلش غير كل خير. تخيل يا نورة هو الوحيد اللي كان بيسأل عليا. ربنا يخليكي لينا يا أمي وما يحرمناش منك أبدا. ويخليكوا ليا يا رب. طيب ارغي بقى مع اختك شويه وانا هحضر لكم الغدا عن اذنكم. اتفضلي. تعالى بقى توحشني قوي. وانت كمان يا حبيبتي انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا لسه مقابل رؤوف بره. اه ما هو راح مشوار وجاي على طول. يرجع بالسلامه ان شاء الله. ايه يا اشرف مالك فيك ايه؟ اصل عمر تعبان شويه يا نوره بابا كمان تعبني قوي. الف سلامه على عمر. ومال بابا؟ ندخل بكره كده. مالك يا حاج بتجر في رجليك ليه ما تيلا؟ انا اصلي مكسوف قوي بمنظري ده. ده انا شفت نفسك في المرايه اتخضيت. شكلي غريب قوي وكل كوم وشورتي ده كوم تاني. ده انا ركبي بقالها 25 سنه ما حدش شافها الا خالتك ام مختار. بس بذمتك كده يعني ما صغرتش 30 سنه؟ بصراحة انا حاسس ان انا بقيت عيل صغير. ولسه شوية لعب على المكان ده يقوم الكرش ينزل خلص وتبقى رفع كده يا حاج. حاج ايه بقى؟ حاج ايه بالشورت ده؟ مش ماشية مع بعضها خالص. ده انا حاسس ان انا سخطت. طب يا اختي تعالي اما دلعك تسخنيني. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع الجناح بتاعنا ونبنى مع بعض براحتنا. يلا بينا. لا نلعب الاول وبعدين نطلع. تعال. أمر الله. هنا. حاضر. عاجل ما فيش أسهل من كده. أنا حلو. حنان نعمة إيه الصدفة الحلوة ديت؟ وإيه الجمال دي؟ أنت اتغيرتي خالص. إيه اتغيرتي دي؟ عايزة تقولي إن أنا ما كنتش حلوة قبل كده ولا إيه؟ أنتِ طول عمرك جامدة يا جامدة. طب قولي لي إيه رأيك في النولو؟ إيه؟ النولو؟ آه حلو روش تحنا قوي عليك. مش كده والنبي؟ وحشيني يا بنت حنان. قولي لي أنتِ بتعملي إيه هنا؟ أنا في رحلة مع نديم جوزي. أنتِ اتجوزتي؟ وأنا كمان. الحاج عبد الستار لي جوزي. ألف مبروك يا حبيبتي. حصل إمتى ده؟ ده لسه طازة. أنا هنا في شهر العسل. بقول لك ايه؟ ما تجيلي جوزك وتعالي نتعرف على بعض. لا مش هينفع بقى انتوا في شهر العسل وبعدين مش عايزين ازعاج. ازعاج ايه بقول لك وحشاني والنبي اللي تجيبيه وتعالي. تعالي تعالي. يا حاج ما انا على البسكليت اهي. ما انا عارفه. تصدق ان انا قابلت واحده صاحبتي وجوزها؟ فين دي؟ اهو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نديم سليم مضيف جوي. عبد الستار لي الرجل الاعمال. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني يا بنت ما قلتليش ان انت متجوزه. ما انت لو كنت بتسالي كنت عرفتي ان انا اتجوزت. طب قوليلي انت لسه في الكويت؟ لا انا سبت الكويت من زمان. انا دلوقتي بشتغل مع نادين في شركه الطيران. وده يا بنت عرفتي توقعيه منين ده؟ لا دي كده عايزه قاعده. تعالي بقى احكي لك. يا نهار اسود بابا اتجوز؟ انا زيك ما كنتش مصدق كده لحد ما عرفت انه كتب كتاب وخد عروسته وطلع على لبنان وكمان بيقضي شهر عسل. طب وماما موقفها ايه دلوقتي؟ نورا ماما ما تعرفش حاجه خالص. اوعي تغلطي وتقولي قدامها اي حاجه. احنا مش ناقصين مصايب اكتر من كده. يعني ايه هنفضل مخبيين عليها لحد امتى؟ بابا هو اللي قال انه هيقول لها في الوقت المناسب. اخص عليك يا بابا. اخص عليك يا بابا بقى كده تعمل كده. يا نور امال مش كده؟ ما تحنيش عندها من انا قلت لك. انت بتعيطي على ايه؟ مالك يا نور؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ ده انا سامعاكي من جوه. في ايه؟ لا ابدا يا ماما. اصل انا قلت لها على موضوع عمر فاتضايقت شويه. شفتي؟ شفتي يا نورة اللي حصل لنا يا بنتي؟ اه يا ماما شفت شفت. صعبان عليا الواد ده قوي يا حبة عين. طمني يا ماما، الدكتور طمني وان شاء الله يبقى كويس. بستورد من كل حتة. أنا أصلي عندي بطاقة استيرادية بستورد بيها كيماويات للمدرسة بتاعتي. باين عليك بزنس مان كبير يا حاج. تجارة شطارة في المكسب مش في الخسارة. لا 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 خسارة إيه؟ ربنا ما يجيب خسارة. أنا بقى يا حاج عشان كده بلعب في المضمون. هو انت تاجر ولا مضيف؟ وهي الضيافة ايه؟ ما هي تجارة برضه. تاجر شنطة يعني. عليك نور. بتتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في كل ما خف حمله وغلى ثمنه. فهمتك. مجوهرات بقى والمظات واللازم منه. مجوهرات يا حاج. وهي الحاجات دي ليها سوق عندنا برضه. امال بتتاجر في ايه بالظبط؟ في الأدوية المستوردة.
الادويه اللي بتتباع في السوق المصري باسعار خياليه والسوق محتاج واحد شانع. قصدك المتهربه؟ مادام بتفيد الناس يبقى خلاص. كل ما زادت الكميه كل ما زاد المكسب. عندك مثلا اخر صفقه انا عملتها كان الدواء بتاع الانفلونزا الخنازير. الصفقه دي كلفتني 50,000 جنيه في 4 ايام يا حاج، بعتها ب200,000 جنيه. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، مكسب 300% في ظرف 4 ايام. اه يا حاج مفيش وقت، احنا في عصر السرعه. بقول لك يا حاج، ما تجرب وتخش معايا في صفقه من دول. هو بصراحه المكسب مغري مغري قوي، بس برضه انا يهمني افهم التفاصيل قوي. خلاص اول ما ننزل مصر نقعد قاعده على رواقه كده.